السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل ما شفتم في نموذج الشرح مشروع المقارنة، مشروع المقارنة هذا المشروع مشهور جدا. طبعا طريقة تركيب الصور في المشروع تختلف. مثلا نضغط على الصورة الأولى، لا نروح إلى خيار اللون والتعبئة، لا نضغط على تحرير المجموعة، هذا هو. بعد الضغط على تحرير المجموعة نضغط على المربع الأسود، ثم نضغط على موافق ونروح إلى اللون والتعبئة. بعد الضغط على اللون والتعبئة من هذا الخيار يمكنك تغيير الصورة. ثم نأتي إلى النص، يمكنك أيضا تحرير النص من هنا، تكتب اسم قناتك، اسمك، أي شيء مثل ما تلاحظون هذا هو. طبعا الصورة الثانية ننزل الصورة الثانية نفس الكلام الأول، لا نروح إلى اللون والتعبئة بل نروح إلى أيش، تحرير المجموعة. بعد الضغط على تحرير المجموعة نضغط على المربع الأسود، ثم نضغط على موافق، ثم نضغط على اللون والتعبئة، ومن هنا يمكنك تغيير الصورة. طبعا الصور الثانية نروح كذا شوي، نروح إلى الصور الثانية، هذه هي الصور الثانية مثل ما تشاهدون. هنا صورة يمكنك الضغط عليها مباشرة والتغيير تماما، هذا يختلف عن الأول. تغيير هذه الصور كاملة. طريقة إضافة المشروع إلى لايت موشن، كل الذي عليك أنك تروح على قناتي في التليجرام، الرابط في الوصف. بعدها الضغط على الثلاث النقاط ثم المشاركة إلى برنامج لايت موشن. بعد الضغط على المشاركة سوف يظهر معك برنامج لايت موشن، تضيفه فيه ومبروك عليك. لا تنسونا من المتابعة واللايك، شكرا لكم على المشاهدة.